الأول فكرة المعبود آتون فكرة موجودة من قبل إخناتون نفسه، فكرة موجودة من قبل إخناتون نفسه، موجودة من أيام أمنحتب الثالث. دي كانت الخطوط الأولى لظهور فكرة الآتونية، لكن ظهرت وتبلورت سياسيا ودينيا وارتبطت في أذهان الجميع بالملك أمنحتب الرابع، أو زي ما بنقول عليه إخناتون. المدرسة الآتونية كانت ليست مدرسة فنية فقط، يعني التطور اللي كان موجود في الفن ما كانش، أو التطور اللي كان موجود في المدرسة الآتونية لم يكن مقتصرا على الفن، لا ده هنلاقيه موجود في العمارة المدنية، ونشوف القصور المفتوحة والأفنية المفتوحة كتير داخل القصور وداخل الفيلات بتاعة الأشراف، وهنشوف القصور اللي كان الملك بيعملها بيتمتع فيها في بعضها بالمناظر الحيوانية وفي بعض التاني بمناظر النباتات، وكانت الفكرة متطورة جدا. كمان في فكرة بناية المقابر هنلاقي ان المقابر في تل العمارنة ليها اسلوب مختلف كتير جدا، خاصة في فكرة السلم اللي كان بيكون موجود دايما في الزاوية الشرقية من المقبرة، كنا بنلاقيه دايما في الشرق من المقبرة، وده تعبيرا طبعا عن فكرة الشمس وعلاقة أصحاب المقابر بموضوع الشرق. كمان المقاصير اللي كانت موجودة داخل المقابر برضو من الحاجات المهمة جدا، وكانت فكرة متطورة جدا في فكرة العمارة. مش كده بس، ده حتى الوحدات المعمارية نفسها تطورت بشكل كبير جدا في فترة تل العمارنة، وظهر عندي الحجر الجميل المعروف بحجر الثلاثات اللي ظهر عندي بداية من فترة إخناتون، وكان مستمر وموجود عندي طوال التاريخ المصري فيما بعد، يعني بعد فترة إخناتون. لكن حقيقة إن هذا التطور لم يكن مرتبط بشكل أساسي بفترة إخناتون، التطورات اللي ظهرت في مصر بدأت تظهر بفترة بصورة كبيرة جدا منذ فترة عفوا تحتمس الرابع، بدأ تظهر عندي كثير من التطورات المعمارية والفنية منذ فترة تحتمس الرابع، وتبلورت الأفكار بتاعتها في إن البير اللي كان موجود بيوصل لغرف الدفن بدأ يختفي، وبدأ يظهر عندي ما يعرف باسم ممر المنحدر اللي كان بياخد أكتر من شكل ويقعد يغير في اتجاهاته أكتر من مرة لحد ما يوصلني لغرفة الدفن. وطبعا تغيير اتجاهاته أكتر من مرة ده تعبيرا عن الممرات بتاعة العالم الآخر اللي بيكون فيها أكتر من اتجاه وأكتر من ممر تقدر تغير فيهم اتجاهاتك، ده كان بيحاول يعبر عن هذه الفكرة. كمان اختفت عندي نظام الجدران، لأن المناظر عندي في الدولة الحديثة كنا بنكتب على أنا برسم مثلا منظر عن الحياة اليومية أو متعلق بأي شيء في الحياة اليومية فبرسمه على الجدار الشرقي مثلا من المقبرة. الحيطة خلصت والمنظر ما خلصش، خلاص ما بكملش المنظر تاني، ببدأ أرسم على الحيطة اللي بعديها منظر جديد وحاجة جديدة. لا، فترة تحتمس الرابع بدأ يظهر عندي إن أنا، لا أنا برسم على الحيطة الشرقية منظر وما خلصش، بكمله على الحيطة اللي جنبيها على طول. وأصبحت يعني أكن الأربع حوائط بتاع الغرفة اللي أنا بعمل فيها المناظر هما واحدة واحدة متصلين ببعض، يعني باخدهم كده بلف معاهم زي عقرب الساعة كده. المنظر ده ما خلصش على الحيطة دي، بكمله على الحيطة اللي بعديها. المنظر ده ما خلصش، بكمله على الحيطة اللي بعديها. وفضل التطور ده موجود لحد ما جت فترة رمسيس الثاني، وبدأ يختفي عندي الموضوع ده ويظهر عندي ما يعرف باسم أشرطة المناظر، اللي هو أنا بقسم الحيطة نصين، والنص العلوي عليه مناظر خاصة والجزء السفلي عليه مناظر خاصة بيه. وبدأت تظهر عندي بقى أشرطة المناظر، والناس اللي معانا في العماره ان شاء الله هنتكلم عن الموضوع ده لما نوصل للدوله الحديثه في العماره بتاعه مقابر النبلاء في الدوله الحديثه. هذا التطور اللي كان موجود بقى في الاسره 18 بدأ يظهر بقوته في فتره اخناتون. اخناتون عمل ثوره دينيه جديده، بدأ يحاول يوحد المعبودات كلها تحت او تحت مسمى واحد، انه يكون فيه اله رئيسي اللي هو اتون، وقال ان هو الابن بتاع اتون او الرسول بتاعه، او هو الواسطه الوحيده ما بين اتون وما بين البشر، ويمكن دي النقطه الوحيده اللي خلت الدعوه الاتونيه تموت وتنتهي. ليه؟ لان هو ربط العباده بتاعت اتون بنفسه، فلو هو ربطها بغيره من الورثه كانت هتكمل، لكن لما هو ربطها بنفسه ومات خلاص القصه بتاعته انتهت والدعوه اللي قامت بيها انتهت. هل كانت الدعوه بتاعت اتون دعوه دينيه خالصه بقى والتوحيد، وان احنا عملنا توحيد وعبدنا الها واحدا زي ما بنقول كده والكلام ده؟ غالبا ان الفكره بتاعت اتون كان عايز يقضي على النفوذ الزائد للكهنه بتاع امون، واللي كان بدا يعني صيتهم يعلى
وبدأ يكون عندهم نفوذ قوي جدا، وبدأوا يتحكموا ويدخلوا في حاجات ما كانش ينفع ان الكهنه يتدخلوا فيها. واكبر دليل ان حتى بعد نهايه الدوله الحديثه، الفتره بتاعه الدوله الحديثه واللي كان فيها ملوك اقوياء زي سيتي ورمسيس الثاني وغيرهم، وحتى رمسيس الثالث العظيم، بدأ يظهر عندي دوله الكهنه، وعرفنا ان الكهنه بدأوا يعملوا مشاكل كثيره جدا في مصر. فممكن اخناتون كان متنبئ لهذه التدخلات، فحاول انه يقضي على نفوذ كهنه امون ويوحد الكهنه. عندي اكتر من كاهن، وعندي اكتر من معبد، والخنوم واللي مش عارف ليه واللي ليه، فمصادر وارزاق الدوله موزعه ما بين هؤلاء الكهنه المختلفين. فالراجل حاول يوحد كل الكلام ده ويتحكم في داخل الدوله وفي ميزانيتها، ويتحكم في الداخل والخارج من الميزانيه، فحاول يعمل الفكره بتاعت اتون دي. لكن لم تكن عباده ربانيه زي ما الناس بتقول ان هو عبد اله واحد، ولا توجد اي علاقه ما بين اتون وما بين ربنا سبحانه وتعالى، ولا توجد اي علاقه ما بين اخناتون وبين سيدنا يوسف، ولا ما بين اي حد من الانبياء زي ما هو بيحاول البعض ان هو يثير هذه القلاقل. ولم يكن اخناتون يدعو الى عباده الله، اخناتون ما كانش بيدعو الى عباده الله، ولا هو اخناتون سيدنا ادريس عليه السلام زي ما الاستاذ سيد قريم الاديب المعروف كان كاتب ان هو ادريس عليه السلام اللي هو اخناتون. لكن هو اخناتون كان بيعبد قرص الشمس، ودايما كل المناظر بنشوفها ان هو بيتوجه لاشعه الشمس وبيعبد اشعه الشمس والكلام ده، فلم تكن عباده الهيه بالمعنى اللي هو نقدر نقول عليه انه كان بيعبد الله وحده والكلام ده. فدي القصه بتاعت مين؟ بتاعت اخناتون. وكمان اخناتون على فكره ليه بعض المناظر في معابد الكرنك، ليه مجموعه من المناظر موجوده هناك والكلام ده، وتعرضت للتشويهات فيما بعد. يعني الراجل ما كانش بيدعو الى عباده الله زي ما احنا بنقول. من الحاجات الجميله اللي عملها اخناتون ان هو بدا ياخد العاصمه المصريه وينقلها الى مدينه تل العمارنه اللي بتقع في حاليا في على اطلالها بتاع تحت 4 قرى حديثه موجوده في تل جنب تل العمارنه في المنيا. وبدا الراجل يعمل عاصمه جديده بمبانيها، بالقصور بتاعتها، بالمعابد، بالجبانات، بالمقابر الملكيه، المقبره بتاعته موجوده هناك، والمقابر بتاعت الاشراف بتوعه والنبلاء، فيهم بعضهم اللي في التله الجنوبيه وفي اللي في التله الشماليه اللي ناس كتير ما تعرفش عنها حاجه. وبدا يعمل ويؤسس نهضه جديده، يعني لو استمرت شويه بعد وفاه اخناتون كنا هنشوف نوع جديد وحضاره جديده او جزء جديد او عنصر جديد من عناصر الحضاره المصريه القديمه كانت هتستمر وتكون موجوده في مدينه اخت اتون او ما يعرف باسم تل العمارنة. المدرسة الآتونية كانت من ضمن الإرهاصات والتطورات لهذه الفكرة، وقلنا إن خيوطها الأولى كانت موجودة قبل إخناتون نفسه من أيام أبوه أمنحتب الثالث، كانت موجودة عندي هذه الأفكار. وزي ما إحنا اتكلمنا على تمثال المعبود حابي أو حابي، قلنا إن كان بيعبر عن امتلاء البطن والصدر والكلام ده، وكلها صفات يعني بسيطة دخلت في فكرة الآتونية. لكن اختلفت الاتونيه عن المدرسه اللي جمعت بين الكلاسيكيه الواقعيه، خاصه في تمثال المعبود حابي، ان التمثال بيجمع ما بين الصفات الانثويه والصفات الذكوريه، فهنلاقي ان التمثال واخد هيئه ذكوريه مع انوثيه. وعلى فكره بيكون صعب جدا على اي حد انه يشوف تمثال بدون راس ويقول هو تمثال ذكري ولا تمثال انثوي. يعني لما تبص لتماثيل اخناتون وتبص لتماثيل نفرتيتي، لو الراس مش موجوده بتاع التمثال انت مش هتقدر تميز التمثال ده بتاع مين. لو الرداء، لو هي مش مرتديه رداء انثوي، او هو مش مرتدي الرداء الذكوري او الجونيلا الذكوريه، مش هنعرف الشخص ده ذكر ولا انثى. فهنلاقي ان ملامح الجسد قريبه جدا من بعض، ويمكن هذه الهيئه الذكوريه والانثويه كانت تجسيد للمعبود اتون، والفكره لم تكن وليده عهد اخناتون بل كانت قديمه عن ذلك. فمناظر المعبود حابي زي ما اتكلمنا، او حابي معبود النيل، جاءت على هذا الغرار وتحمل مواصفات الذكوره والانوثه. ودايما بنشوف ان المعبودات اللي بيصور في شكل ذكوري وانوثي ان هو مش محتاج حد، يعني كانه يخلق نفسه بنفسه. لما اجي ابص هنا في التمثال الموجود معايا، شايفين الصدر عامل ازاي، وشايفين منطقه البطن والسره، الدايره اللي موجوده في البطن، شايفين الكيرف اللي احنا بنتكلم عليه من هنا في الجوانب. لما ابص للمنطقه اللي هنا، هو صعب ان انا اميز الجزء اللي قدامي ده انثوي ولا ذكوري. يعني لو احنا افترضنا ان التمثال ده مقطوم من هنا، الجزء ده مكسور، انا مش هقدر احكم من الجزء اللي تحت هل ده تمثال اخناتون ولا تمثال نفرتيتي. مش هقدر احكم عنه عليه باي حال من الاحوال. الجزء من تحت، لا، الجسم من تحت جسم انثى، جسم ست مش جسم راجل.
لفه الفخذ والكلام ده كله والكيرف اللي بتاخد ده جسم ست، والبطن كمان بطن ست. ما هقدرش اتحكم فنيا واقول ان الجزء اللي قدامي ده تمثال لاخناتون او ان هو تمثال لنفرتيتي او لاي شخص من الاشخاص اللي كانوا موجودين داخل المدرسه الاتونيه. فهنا دي الحاجات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها قوي. لكن دايما لو احنا بنركز على تمثال قدامنا مفيش اي علامه نحت حديثه، مفيش اي علامه نحت حديثه، والماده اللي قدامي ماده الصنع حجر رملي اصلي ما فيهوش ادنى مشكله نهائي خالص. الشراط والصولجان والكلام اللي ماسكه اخناتون في ايده ما فيهوش ادنى مشكله، والامور طبيعيه وماشيه طبيعيه مفيش ادنى مشكله فيها. فده الحاجات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها. تمثال اخناتون زي ما احنا شايفين الدقن الطويله، شفايف الانف العينين، لكن والودان الكبيره حجمها كبير شويه عن المعتاد بتاعنا. برضه ما هلاقيش اي علامه من علامات التقادم الحديث على التمثال، مفيش اي علامه مع ظاهره الكحله بتاعت العين بتنتهي مع نهايه العين عادي، الانف نازل بالشكل المستقيم بتاع المدرسه الكلاسيكيه، الفتحات بتاعت الانف ما فيهاش ادنى مشكله، الرسمه بتاعت الودن والفواصل بتاعتها تمام ما فيهاش مشكله، شفايف برسمتها الجميله جدا الانيقه موجوده ما فيهاش ادنى مشكله، بصمه الفم موجوده، الشفايف مرسومه صح ما فيش مشكله فيها، الدقن بس طويله شويه، لكن هي دي الملامح بتاعت المدرسه الكلاسيكيه.